متعة الحياة هنا. لما بشوف الأطفال ببقى فرحان أوي وسعيد بيهم. ما شفتش أحفادي، هم دول معوضيني عن أحفادي. أنا محتاج له أكتر منه. بحس إن هم ولاد ولادي. وببقى ضعيف قدام منهم جدا. كلنا أهل. عيلة واحدة. أنا كان عندي إخوات وعندي واخد بالك، بس الظروف وعيالي الله يسهل لهم، مفيش حد بيجي لي. عندي أولاد، أنا عندي أولاد متجوزين ما أعرف لهمش طريق، مش عارف لهم مكان، مش محتاج منهم أي حاجة. أول ما عرفت إن في أطفال هنا يتامى طلبت من الأستاذة نهلة إن أنا أخرج أشتري لهم شوكولاتة، وجبت الشوكولاتة فعلا ورحت، اتلموا عليا فرحة الدنيا كلها. ولما بيجوا هنا نفس الحكاية، بيجوا يجروا عليا. أهم حاجة الراحة النفسية. لما بشوف الأطفال ببقى فرحان أوي وسعيد بيهم. ما شفتش أحفادي، هم دول معوضيني عن أحفادي. متعة الدنيا بقى ساعة لما بيجوا قدام مني كده. لما شفت الأطفال في الدار أنا بحس بعيالي. وببقى ضعيف قدام منهم جدا، وبتمنى لهم كل خير، لان الحرمان وحش، اللي شاف غير اللي حلم. يعني انا بشوف ناس عندها عيال، الاسم انها عندها عيال، بس ما يعرفوش عنهم حاجه. الاطفال اللي بقت تيجي حسسوني ان انا ايه، يعني مش حاجه مش ناقصاني، انا كنت ناقصي حكايه اهلي، عوضوني إيه عن اخواتي وعن اهلي وبتاع. يعني انا بقالي سنتين في الدار، حسسوني ان انا مش محتاج حاجه، مش ناقصني حاجه. الاطفال بقى ساعه ما بيعملوا حفله والاطفال بتيجي بيقوموا جايين عليا جري، بيفكروني اللي هم اولاد عيالي، اللي هم ايه واخد بالك متسائلين في، بحس ان هم اولاد ولادي، جده وبتاع وبتاع، اقعد اهزر معاهم والعب معاهم. ابني الكبير مخلف ومتجوز، واول فرحتي كان جايب هنا، دي اول عنايه ما شافت ابن الولد بتاع ابني انا. واللي حصل النصيب، حتى لسه كان مكلمني امبارح، يابا عامل ايه؟ قلت له بعد ما افتكرت يابا، الله يسامحك يا ابني، ورحت معيط. متعه الحياه هنا. انت ما تتخيليش شكل الاطفال دول، هم جايين داخلين هنا بيجروا علينا ازاي. من العيل تبع الحنيه، الطفل ده تبع الحنيه، بيجي يقعدوا على رجليا كده. حتى لما بيجي حد يحاول ياخدهم ان هم مربيينهم بيرفضوا، يعني عايزين يجوني. راحة نفسية ما بعدها راحة طبعا. بحس ان هم احفادي وحاجة كده بتنور لي حياتي. او كل واحد مثلا في طفل انا متعلق بيه بيجي يقعد جنب مني، بيقعد يتكلم معايا. او لما بيقول لي انا عايز اكل او جعان مثلا، او معاك حاجة حلوة، انا اطلع له الشوكولاتة من جيبي او ملبسة او اي حاجة. هو محتاج للحنية، محتاج للمسة حنينة، وانا محتاج له اكتر منه. راحة نفسية، احس ان انا عايش، ان في طفل متعلق بيا. دي كفاية دي. بقالي كتير ما سمعتش كلمة جدو، أي عيلة أشيله يا جدو. بيحسسني اللي هو بنت ابني اللي بتقول لي، حاسس إن ده أحسن من بيتي. الأطفال عوضوني عن عيالي خالص. بنلعب بالبلالين، الفوانيس رمضان واخد بالك، بنلعب معاهم. يجي يزقني بالعجلة ويقعد يلف بيا. يعني حاجة بتبقى فرحة بطريقة مش معقولة. يعني أنا حاسس بقول لك أحسن من بيتي. والأطفال في وسطينا وبتاع، معوضين عن أي حاجة. يعني لما ببقى قاعد بره كده ببقى حاسس فرحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. حاسس ان احنا كلنا اهل عيله واحده وبنقعد نفطر، واخد بالك؟ برضه كلنا واحد. انا كنت بحضن طفل من الصغارين هنا، بحس ان انا كنت بحضن اول فرحتي محروس، كنت ازن محروس اللي في ايدي بحضنه. بحس بابني صحيح، يعني انا الاطفال دي بيحسسوني بابني اللي هم اولادي. مجمعيننا مع بعضينا، بيفطرونا مع بعضينا، وهو شهر كريم وربنا كرمني بيه. انا مبسوط ان ربنا ما تخلاش عني وخلاني دخل، يعني زرعني في وسط الناس دي، لان انا تعبت. انا محتاج للطفل ده احس بيه، احسس عليه، اطبطب عليه، عشان خاطر اطبق نظريه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: انا واليتيم كهاتين في الجنه. كافر اليتيم ده يتيم، محتاج لكلمة حنينة، كلمة طيبة، وأنا محتاج إن أنا أسمع منه كلمة حنينة عشان أحس بوجوده معايا. كان نفسي يكون ياسين جنب مني دلوقتي. ما تقولوا ياسين يا جماعة، هجيبهولك. أنت بتحب ياسين؟ شايف إيه في ياسين؟ إشمعنى ياسين؟ حنيته عليا لما بيجي يحضرني كده. ايوه حفيدي. ولو ربنا قدرني وخرجت من هنا هاجي واشوفه، ولو راح في اي مكان تاني برضه هروح اشوفه.